مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من أسرار تسوق في كندا. اليوم نحكي عن شغلة جديدة ومهمة جدا كتير لكل شخص عنده أطفال وأبناء بدهم يروحوا على الجامعة قريبا يعني بعد 10 سنين 15 سنة. خليكم معنا. طبعا هذه الحلقه برعايه المستشار العقاري احمد عكيله. الكو دائما وموجود لجميع استشاراتكم العقاريه، بيع شراء استئجار، اتصلوا مع احمد. طبعا اذا كنت انت مقيم او عايش في كندا بتقدر تعمل حساب ادخار لابنائك عشان التعليم. هذا البرنامج او الحساب يسمى RESP وموجود تقريبا في كل البنوك الكندية. هلا مش شرط انه يكون معك فلوس تحط فيه. الحلو فيه انه اذا انت بتحط فلوس الحكومة بتزيد عليهم 20%، بما معناه اذا انت حاطت 1000 الحكومة بتعطيك $200 زيادة عليهم، اذا حطيت 2000 بتعطيك $400 زيادة. الحد الأقصى بالسنة هو $500. الحد الأقصى خلال البرنامج كله للطفل الواحد $7,500. هدول بيجوك هدية من الجوفرمنت إذا أنت حطيت فلوس في هذا الأكاونت. طبعا في ميزة تانية وحلوة في هذا الأكاونت، إنه هذا الأكاونت معفي فيه من الضرائب. يعني معناه إنه الأب والأم لما يحطوا فلوسهم في الحساب هذا يعفى أو بنزل من ضريبة الأب والأم. المشكلة وين؟ لما الولد يسحب هاي الفلوس عشان يتخرج بيحتاج هذه الفلوس انه يدفع عليها ضريبة. لكن عادة الولد لما خاصة او الابن او الابنة بكونوا في بداية حياتهم التعليمية وبعمل فايلينج لك ما بيكون عنده انكم، فعادة ما بيدفع عليهم تاكس. ايش حلاوة هذا الحساب؟ انه يمكن هذا احسن حساب انت بتدخر فيه في حياتك. ما في حساب في اي بنك بعطيك 20% زيادة على ما تضع. طبعا المشكلة الوحيدة في هذا الحساب او حساب البنكي هذا انه لا سمح الله ابنك او بنتك ما بدهم يتعلموا تعليم جامعي، فساعتها يغلق هذا الحساب وترجع المصاري للجوفرمنت والاهل الاب والام ساعتها بيدفعوا تاكس على هذه المبالغ اللي موجودة في الحساب. طبعا هحط لكم رابط عن هذا البرنامج، اذا انتم مهتمين كتير ادخلوا او روحوا راجعوا البنك تبعكم، اكيد حيعطيكم معلومات اكثر عن هذا البرنامج. برنامج مهم وحلو ومفيد جدا خاصة اللي عندهم اطفال وبدهم يدرسوا في الجامعة. والله يعطيكم العافية. اعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.